ازاي تبسط نفسك في السويس باقل مجهود؟ يلا بينا. السويس واحدة من أكبر المدن المصرية المطلة على البحر الأحمر وقناة السويس، وبيسموها بلد الغريب ومشهورة جدا بالسمك وبلد إسماعيل ياسين. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم مميز في السويس. معاذ، احنا فين دلوقتي؟ في السويس الشريرة. أول حاجة عملناها أول ما رحنا السويس، رحنا شاليهات بور توفيق عشان نشوف شاليه نقعد فيه، وتقريبا ده أفضل مكان للإقامة في السويس قيمة مقابل سعر، والصراحة المكان حلو قوي ومطلة على البحر على طول، بس للأسف لقيناه كومبليت ومش بيحجز غير للعائلات بس، فخدنا بعضنا ورحنا مكان مستخبي بكده اسمه نادي البحارة الدولي في آخر بور توفيق. المكان حلو صراحة وفي حمام سباحة، وده كان شكل الغرفة من جوه. حجزنا غرفة ثلاثية ب 1600 جنيه في اليوم شامل الفطار، والمفروض كنا نفطر من عند رواشة أدم واحد بيعمل فول في السويس، ولكن فطار الفندق كان عظيم الصراحة فقررنا نفطر فيه. عندهم بقى فطار شرقي وفطار غربي وفطار فلاحي، احنا بقى جبناهم التلاتة. طبعا يا معاذ انت اخترت الفطار الفلاحي. فلاحي وكان عسل اسود يا دين. وبعد الفطار رحنا نشوف الفيلا الفرنساوي اللي موجودة في بور توفيق، ودي فيلا للعاملين في هيئة قناة السويس وما زالت محتفظة بالطراز المعماري الرائع، وأحلى صور ممكن تاخدوها هناك، وحبينا يكون لنا ذكرى حلوة في السويس فطبعنا الصورة ولزقناها على فيلا من الفيلا هناك، وأتمنى السنة الجاية أجي ألاقيها موجودة مش اتشالت. بعد كده رحنا نشوف بيت المساجير اللي صور فيه فيلم ابن حميدو اللي بقاله أكتر من 300 سنة، والبيت رجعنا لذكريات جميلة. وكمان رحنا زرنا متحف السويس القومي واللي تم إنشاؤه سنة 2012، وبيسلط الضوء على تاريخ قناة السويس وتراث مدينة السويس وأثرها وتاريخها بداية من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، وتذكرة الدخول للفرد ب20 جنيه. وفي الجو الحر ده كان لازم نبلبط، رحنا منتجع لوسيندا عشان نقضي اليوم هناك. المكان فيه أكوا بارك وحمامات سباحة، وكمان ممكن تنزل الشاطئ اللي كان أجمل حاجة هناك. الديوز في المنتجع ب230 جنيه، بس المكان كان زحمة أوي الصراحة حتى ما فيش مكان في حمام السباحة، فقررنا نرجع فندقنا الجميل وننزل البسين فيه، ما كانش فيه غيرنا في المايه أصلا. مبسوط في السويس يا معاذ؟ طبعا عم مبسوطين، السويس على الكرم. وبعد البسين كان لازم أكلة سمك معتبرة، رحنا الأول عند عبد وارث علامة من علامات السويس، جبنا في الخفيف كده شوية سندوتشات جمبري وصبيت ومكرونة بالجمبري وطبق محريات أشهر طبق في السويس، وده يعتبر أزأزة السويسة، واللي كان متاح بس اللوجز والطماطم، وبينزل مع الطبق ده شوربة وطحينة ومخلل، كل ده ب95 جنيه. لوجز وطماطم أزأزة السويسة في قلبك. وكان معايا في طلعه دي صديق الاكيل معاذ، وصديق الاكيل برضو بركه، وعايز اقول لكم ان الاسعار عنده حلوه قوي. سندوتش الجمبري بيبدا من 15 جنيه والمكرونه بالجمبري من 75 جنيه. وكان لازم نروح سوق السمك ونجيب سمك من هناك، السمك هناك اشكال والوان. رحنا سوق الانصاري وجبنا 3 سمكات وقار، الكيلو حسبه لنا ب200 جنيه، وجمبري وسط الكيلو ب300 جنيه، وجبنا كمان صبيط الكيلو برضو ب300 جنيه. سيبنا بقى السمك يتنضف ويتسوى عند الراجل المحترم ده، اسعار التسويه عنده حلوه جدا. الراجل ده بقى بينظف لنا الوقار يا جماعه، اول مره نجرب الوقار، والراجل قال لنا نعمله ايه احسن بقى، انت قلت لي طاجن صح؟ طاجن او مقلي. وعلى ما السمك يتسوى رحنا في السريح كده عشان نلحق الغروب في كافيه سكاي فيو فوق فندق ريتسي. الكافيه في الدور الثامن والمنظر من فوق خيالي يا جماعه، تقريبا انت شايف السويس كلها من فوق، وقدامك قناه السويس واليخوت، ومفيش احسن من كده. الاسعار هناك حلوه والله مش مبالغ فيها، جبنا شاي وقهوه وميلك شيك، والصراحه اتبسطنا جدا بالقعده والفيو الرائع. الجمال ده سويس. بعد كده رجعنا تاني سوق السمك عشان ناخد السمك بعد التسوية، وصلينا في مسجد الأنصاري واحد من المساجد القديمة هنا في السويس. خدنا بقى السمك بتاعنا ورحنا الحديقة الفرنساوية عشان ناكل هناك، والحديقة دي بالنهار يا جماعة بتكون حلوة قوي. فرشنا بقى واستمتعنا بأكل السمك محترمة في السويس، وتقريبا الكلاب كانت بتاكل معانا، والوقار بقى كنا أول مرة نجربه كان حلو قوي الصراحة، كان بطل اليوم. اكل سمك زي ما الكتاب بيقول. وبالليل بقى رحنا اتمشينا في ممشى اهل السويس والكورنيش الجديد، وبجد ده يعتبر احسن ممشى شفته لحد دلوقتي، النظافه والجمال ده، تقريبا السويس كلها خروجاتها هنا. فرطبنا بقى بايس كريم من راتب، الايس كريم عنده حلو قوي، وكلنا تنشوكي على الكورنيش، ورحنا اتفرجنا على ماتش مصر وفرنسا في الكافيهات اللي عند لوسيندا، والحمد لله خسرنا. وفي كمان اماكن العاب فيها ترامبولين وبلاي ستيشن والعاب للكبار والاطفال، وفي محل لعب اطفال حلو قوي لو انت عايز تدلع طفلك، الالعاب هناك مختلفه وجديده. وختمنا اليوم ببيج برجر بيعمل سندوتشات البرجر بكل انواعها، المكان جميل بس للاسف بياخد وقت كبير جدا في تجهيز الاوردر، احنا قعدنا ساعه وربع على ما الاوردر جاهز. بقى يا جدعان جوعنا على خير، واحد طاح. بس الصراحه السندوتشات كانت حلوه ومخدومه وبينزل معاها بطاطس. وبكده نكون قضينا يوم جميل في السويس، وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.